هل الزمالك هياخد الدوري السنه دي بعد الفرق الكبير مع الاهلي قبل اللعب ومؤجلاته؟ يعني توقعاتي كده يعني لو على الورق الزمالك ياخدها، بس الاهلي طبعا نفسه طويل. لا ان شاء الله الزمالك ياخد الدوري، لان الاهلي كفايه بطولات، يعني الاهلي الوقت ما فيش الا الاهلي. ان شاء الله نتمنى طبعا الزمالك ياخد الدوري السنه دي، وباللعب اللي بنشوفه ده لو فضل كده لغايه اخر الموسم ان شاء الله يعمل نتائج حلوه، يبقى باذن الله الدوري ان شاء الله الزمالكاوي. الاهلي السنه دي محسن من نفسه ومطور، والخطط بتاعت المدرب كويسه جدا. خدنا الدوري بعد ما كنا بنقول في المنطقه الدافئه، ما اعتقدش. اصرار لعيبه الاهلي من زمان على اللعب يعني حاجه كده هو اللي خلى الاهلي في انتصارات على طول يعني. السنه اللي فاتت برده كان الفرق برده كان كبير والاهلي هو اللي خد. الزمالك عدم الاستقرار هو اللي ممكن يضيع الدوري منه بس. لكن الزمالك اقوى السنه دي. هو خرج من البطوله الافريقيه بس ان شاء الله هياخد الدوري. هو ومجهوده وادارته. هو الاهلي في بطولات ثانيه مشارك فيها وفي اجهاد وكده، بس الدوري في الاخر بيبقى للاهلي يعني، لعيبه الزمالك بتقع في الاخر. ما كانش مؤجل عدد النقط الاهلي هيعوضها. وممكن الاهلي ياخد الدوري بقى. الاهلي طبعا نادي كبير وليه مجلس اداره يعني فاهم وبيقدر البطولات، لكن ان شاء الله الدوري السنه دي للاهلي. لا ان شاء الله الاهلي ياخد الدوري، وبعد ما يلعب المجلس بتاعته ان شاء الله والاهلي فوق الجميع. شايف مين هيكون هداف الدوري السنه دي؟ محمد شريف ان شاء الله. لو مصطفى محمد موجود كان ممكن يكون مصطفى محمد، بس بتهالي محمد شريف. اشرف بن شرقي واحمد ياسر ريان ويوسف اوباما، ويعني في هدافين حلوين. لو محمد شريف خد الفرصه الكامله مع موسيماني هياخد الهداف. هو ممكن يبقى محمد شريف باذن الله. اشرف بن شرقي او احمد سمير. المهم الهداف، المهم مين اللي هياخد الدوري.